بسم الله بين روح القدس الآن واحد. أخوتي الأحبة، قراءتك يومية من إنجيل يوحنا 17 عدد 18. الكتاب المقدس هنا علمني، يقول المسيح يتكلم، يقول: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا للعالم. آمين، مبارك اسمك يا رب. لو نقدر نقسم، أخوتي الأحبة، لو نقدر نقسم هاي الآية إلى قسمين. القسم الأول المسيح يتكلم يقول: كما أرسلتني للعالم أرسلهم أنا. الجزء الثاني هو يتكلم عن التلاميذ اللي أرسلهم للعالم، اللي بشروا بإنجيل المسيح بالخلاص وبالتوبة، وانتشرت العالم، انتشروا بالعالم وصارت المسيحية، وصار تكلموا عن مجد الرب، عن ملكوت، عن الخلاص. التأمل الصغير يجي مع آية اليوم: نحن لسنا هنا بصدفة، الله لديه هدف وخطة من أجلنا. يسوع أرسلنا للعالم لكي نلمسه بفداء ونقوم بتأثير إيجابي من أجله. آمين، مبارك اسمك يا رب. أخوتي أحب، حسب هاي الآية عندنا عدة شواهد من الكتاب المقدس نقدر نتكلم عنها في الدقيقة دقيقتين. الجزء الثاني من الآية يقول: أرسلتهم إلى العالم. يعني معنى أرسلتهم يعني إحنا صرنا، يتكلم عن التلاميذ اللي صاروا سفراء. خلينا نتكلم شوية على السفير. معنى السفير شنو هو هدف السفير؟ السفير هو موظف دبلوماسي الأعلى الذي يترأس السفارة لتمثيل بلاده في الخارج. التلاميذ كانوا يتمثلون بالملكوت المسيحي، يتكلمون مع العالم عن مجد الرب، عن الخلاص وعن التوبة. هو هذا معنى السفير. حتى في إنجيل يسمونه في رسالة إفسس 6، بولس الرسول هنا يقول: لو أعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في السلاسل. وكورنثوس الثانية من يتكلم يقول: الله كان في المسيح مصالحا للعالم نفسه، إذ نسعى كسفراء للمسيح. مبارك اسمك يا رب. لو نقرأ من إنجيل يوحنا 17، يقول الآية وراها: وكما أرسلتني أنت إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إليه، ومن أجلهم أنا أقدس ذاتي ليتقدسوا هم أيضا في الحق. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. من إنجيل لوقا 24 آية 44: هذا هو كلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، إذ لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في الناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة والمغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. طبعا التلاميذ كانوا شهود على المسيح، على موت المسيح، على قيامة المسيح، على صعود المسيح للسماء، على الخلاص وعلى التوبة. سو احنا أخوتي الأحبة كلنا احنا سفراء في المسيح. انت لما تتكلم عن مجد الرب، تتكلم عن عظمة الرب، عن التوبة، عن الخلاص مع اهلك، جيرانك، اولادك، اصدقاء بالشغل، انت سفير المسيح. سو ربي يبارككم، ربي يقويكم، سيروا شهود للمسيح، تكلموا عن مجده بلا خوف، بلا خجل، بلا مستحى. دائما نتكلم هذا الكلام. الصلاة تجي مع آياتهم: يا ربي القدير، من فضلك أعطني حكمة وشجاعة لأرى مشيئتك لحياتي، باسم يسوع ربي ومخلصي وصلي. آمين، مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، قبل ما أقول لكم تصبحون على خير، دخلت أبحث عن كلمة السفير في على جوجل، شفت هذا العنوان
وهذا راح يعجبكم كثير. يقول لك هنا في سابقة أولى من نوعها، سفير سعودي في بريطانيا يعتنق المسيحية. طبعا أخونا ما مكتوب اسمه هاي، بدي أقول لك صار مسيحي وتعمد، هو راح يكون هو سفير سعودي وراح يكون سفير المسيح طبعا في نفس الوقت. وهذا اللينك راح أخليكم إياه بالدسكربشن جوا ماكو بالفيديو على اليوتيوب، وانتم هنا احنا كعراقيين راح تشوفون هواي اخبار عن صدام حسين وغيره. بس هذا خوش خبر السفير. ربي يبارككم، تصبحون على خير، وجود نايت، ونشوفكم فيديو ثاني.